تنطلق اليوم أولى جلسات محكمة أمن الدولة الأردنية فيما بات يعرف بقضية الفتنة. ويمثل المتهمان باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أمام هيئة المحكمة بعد أن أسند لهما النائب العام تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وإثارة الفتنة. المزيد ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. إذن نايف، طبعا بدأت هذه الجلسات، ما طبيعة هذه الجلسات أولا؟ هل هي عامة يحضرها الإعلام أم لا؟ ثم كيف ستنعكس على ملف يعني موضوع الفتنة الذي انعكس على الشارع أيضا؟ ماجد، بالفعل يعني من المفترض أن تكون الجلسة الأولى قد بدأت. شاهدنا قبل حوالي ساعة من الآن سيارات سوداء رباعية الدفع تدخل إلى قاعة المحكمة وإلى داخل حرم محكمة أمن الدولة. الإعلام لم يسمح له بالحضور المحاكمة، نحن هنا لأنه لم يسمح لنا بحضور. طبعا جميع وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الرسمية لم يسمح لها بالدخول إلى قاعة المحكمة. هذه القضية بالنسبة للشارع الأردني مهمة كثيرا، هذه هي القضية هزت الرأي العام الأردني والشارع ينتظر مزيد من التفاصيل. كان هنالك لائحة الاتهام التي صدرت قبل حوالي أسبوعين وتتضمن الاتهامات التي وجهت للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وهذا من جهة. من جهة ثانية فإن الجلسة الأولى للمحاكمة كالعادة هي تكون بحضور المتهمين، تتأكد هيئة المحكمة من هويتهما، ثم تقوم هيئة المحكمة بتلاوة لائحة الاتهام وتوجه لهم التهم التي صدرت بحقهم من النائب العام، ومن ثم تسألهم فيما إذا كانا مذنبين أم لا، وبعد ذلك ترفع الجلسة. هذا في الجلسة الأولى. لكن في قضية فيما يتعلق بهذه القضية، القضية هي تشغل الرأي العام الأردني وتشغل الشارع الأردني، والأردني ينتظر نهاية هذه القضية. نهاية هذه القضية أصبحت لدى القضاء كما تشاهدون خلفي، هذه هي محكمة أمن الدولة وتحت وفي إحدى قاعاتها يتم النظر بهذه القضية، وهنا الشارع ينتظر أن يقول القضاء كلمته. الدفاع لديه حجج ولديه شهود سيستدعيهم، وأيضا الادعاء لديه بينات عديدة وكثيرة قام بالاستناد عليها في توجيه حتى الاتهام. لكن أيضا من المهم ماجد التطرق فيما يتعلق بجزئية الأمير حمزة. اسم الأمير حمزة ورد في ملف لائحة الاتهام وفي ضبارة الاتهام كسرد للوقائع والدلائل والبينات والحقائق التي أوردها الادعاء العام والنائب العام في توجيه الاتهام، لكن اسم الأمير حمزة لم يرد في لائحة الاتهام كمتهم. هنالك معلومات نقلت على لسان وكيل الدفاع عن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ربما أنه يطلب شهادة الأمير حمزة في أثناء المحاكمة، لكن أيضا حضور الأمير حمزة هذا يرتبط بتقديرات المحكمة ومدى فائدة شهادته للقضية. هذه هي مجمل المعلومات لحقيقة هذه اللحظة. نحن ننتظر من المحكمة أن تصدر بيانا حول الجلسة الأولى التي منع الإعلام من حضورها. ونحن كذلك من المنتظرون. من عمان مراسلنا نايف المشاقبة، شكرا جزيلا لك.